أعزائي المشاهدين، صباح الخير وحلقة جديدة من برنامجكم تحت الأضواء. بقول لكم صباح الخير، يوم جميل ويوم سعيد إن شاء الله وكل الأخبار الجميلة. اسمحوا لي أرحب بزميلي العزيز تامر نور. صباح الخير يا تامر. صباح الخير يا فضيلة، وصباح الخير على السادة المشاهدين، وإن شاء الله يبقى يوم جميل على الشعب المصري إن شاء الله. النهاردة هنتكلم عن إيه بقى؟ عندنا كذا فقرة كده، عايزين بقى نعرف إحنا النهاردة هنتكلم عن إيه عشان نقسم الفقرات دي. معانا أولا دقيقة رياضة مع تامر، ومعانا فقرة كده جميلة ولذيذة وخفيفة هنتكلم عن الطاقة السلبية والطاقة الإيجابية، ومعانا فقرة ترابية يعني هي بتصب في صدد الموضوع الأول أو الفقرة الأولى اللي هي الطاقة السلبية والطاقة الإيجابية. اتفضل يا تامر. هنبدأ طبعا مع الفقرة الرياضية أعزائي المشاهدين. طبعا بنبارك للنادي الأهلي امبارح بفوزه على نادي الإسماعيلي 3-0، وطبعا هو كده خلاص المفروض ان الاهلي خلاص يعني خد الدوري، احنا بنبارك له وان شاء الله مستنينه بقى في افريقيا. وطبعا بنقول للزمالك هارد لك على التعادل مع سموحه. طبعا الناس كلها متضايقه الزملكاويه ان الزمالك يتعادل، بس انا بقول لهم دي الكوره، النهارده مكسب وبكره خساره وبكره تعادل، مفيش ادنى مشكله. هو انا شايف من وجهه نظري موضوع الزمالك ان هو تعادل، هو برده كان بيجرب حبه ناشئين عشان هو عارف ان الدوري خلاص راح منه، فبالتالي هو بيفكر بفكر عملي غير ما بيفكر بالفكر بتاعنا. مرة تانية مبروك للنادي الأهلي، مبروك الدوري، مبروك الأبطال، وإن شاء الله أفريقيا نشوف فيها الأهلي والزمالك إن شاء الله. اتفضل يا فضيلة. إن شاء الله مبروك للنادي الأهلي ومبروك لكل المصريين. طيب إحنا النهاردة بنتكلم عن حاجة اسمها الطاقة السلبية، وكل الناس بتقول كده ما بينها وبين بعضيها أنا عندي طاقة سلبية. طب عايزين نعرف يعني إيه الطاقة السلبية؟ أنت ممكن تقول لنا يا تامر يعني إيه الطاقة السلبية؟ والله الطاقة السلبية دي بتنتج عن كذا حاجة، يعني أنا ممكن مثلا محبط، ده الإحباط ده اسمه طاقة سلبية، أقابل واحد آخد منه إحباط يجيب شحنة، يدي لك شحنة، يجي لي حاجات كتير قوي جدا في موضوع الطاقة السلبية ديت. فإحنا النهاردة عايزين بقى نتكلم فيها وإزاي إن إحنا نتلاشى موضوع الطاقة السلبية ديت، وإزاي إن إحنا يبقى عندنا إيجابية أكتر من الطاقة السلبية. مش عايزين إن السلبية يعني تأثر علينا في حياتنا اليومية. طيب يعني الطاقة السلبية عايزين نقول لكل المشاهدين ببساطة وبتعريف مبسط جدا وقريب لكل حد ممكن يسمعنا، ان الطاقة السلبية هي شحنة بتتنقل للشخص عن طريق مكان يروحه يشوف فيه منظر مش جميل، منظر قبيح، ممكن يكون قاعد مع شخص قاعد اشتكاله من هموم او مشاكل في حياته فنقل له طاقة سلبية، دي اتنقلت من الشخص اللي اتكلم او دردش للشخص اللي هو المستقبل او المتلقي. او ممكن تكون الطاقة السلبية دي جات لي عن طريق ان انا اسمع خبر سيء، لما بسمع خبر سيء اكيد انا بتعكني، نازلة الصبح رايحة شغلي شفت حادثة فدي اكيد بتسبب لي طاقة سلبية. ايه تاني ممكن يا تامر يسبب طاقة سلبية؟ والله سايب دقني طويلة دي عندي طاقة سلبية، لابس لبس بقاله مثلا يومين ثلاثة ما غيرتوش، ده ممكن يسبب لي طاقة سلبية. ممكن حاجة في البيت كراكيب في البيت مش محتاجة أساسا وأنا داخل شايفها بتسبب لي طاقة سلبية. ممكن أقابل حد كده الصبح كده حد مكشر في وشي، مكشر في وشي فسبب لي طاقة سلبية. في حاجات كتير جدا للطاقة السلبية. الطاقة السلبية إن أنا ممكن أبقى داخل البيت أجي أفتح الباب مثلا ما فتحش معايا أو أبتدي طاقة سلبية. اتعكننت. فدي طاقة سلبية. ممكن في ناس بترجع من شغلها دخل أوضة نومه قلع الشوز بتاعه اللي هو جاي بيه من الشارع في أوضة نومه، فدي برضه بتعمل طاقة سلبية. ده ممكن يبقى محمل بطاقة سلبية بالظبط من الشارع. طيب احنا عايزين نتجنب الطاقة السلبية ممكن نعمل ايه؟ والله في حاجات كتير، يعني بيبقى في حاجات علمية وفي حاجات ان احنا نقدر ان احنا نعملها في حياتنا اليومية. انا النهارده مثلا شايف ان دقني طويلة شوية، دي ممكن يسبب لي طاقه سلبيه، احلق دقني. ممكن القميص اللي انا لابسه دوت لونه غامق، ممكن انا البس حاجه فاتحه بحيث ان هي برده تعمل معايا طاقه ايجابيه. ممكن برده لون الجرافات ممكن برده بيأثر، ممكن برده ان احنا نغيره يعمل معانا طاقه ايجابيه. ممكن برده ما احتكش بالناس اللي هي بتسبب لي طاقه سلبيه. ما هو دي بقى يعني هو انا ما بقاش قاعده في البيت وكل اللي جاي يشتكي، ما انا اكيد عندي مشاكل. ما هو كل شخص عنده مشاكل مش كده ولا ايه؟ ايوه اوكي، بس هو الطبيعي ان هيجي لك حد لازم يحكي لك ولا مشكله، انت هتسمعي له لا انا مش عايز اسمع عشان انت ما تدينيش طاقه سلبيه. لا مش الفكره في كده بقى. مش كل ما تشوفني، لا في ناس على فكره خلي بالك واخده على انها كل ما تشوف اي شخص تفضل تشتكي، هو طبع يعني انا مثلا عندي مشكله ممكن احكيها لحد واحد بس، مش ممكن اقابل كل واحد واقعد احكي له، ده ما ينفعش لان انا كده ببقى مصدر من مصادر الطاقه السلبيه فده مش لطيف.
في حد مقرب ليك ممكن تتكلم معاه او تشتكي له او تفضفض له. فاحنا عايزين نتجنب الطاقة السلبية ونبعد عن مصادرها ونحلها في طرق يعني جداتنا وامهاتنا قالوا لنا عليها. تعرف حاجة عنها؟ اعرف اقول لك على حاجة، في حاجة الملح. تمام. الملح ده مهم جدا، الملح ده مهم جدا بالنسبة للطاقة، بيدي طاقة ايجابية جامدة جدا. يعني احنا كنا زمان كانوا بيحطوا في الاركان كل ركن كده في المنزل حبة ملح عشان خاطر الملح العادي ولا الملح الخشن اللي هو الملح الخشن اللي هو الملح الرشيدي اللي هو اسمه الرشيدي تقريبا دوت، ممكن نحطه في الاركان ده بيطلع طاقه، بيعمل طاقه ايجابيه جدا وبيسحب الطاقه السلبيه. ومؤخرا بقى في مصر في كهوف ملح الناس بتروح تقعد فيها، بتقعد بالساعه الا ربع او نص ساعه، بتطلع معاكي طاقه سلبيه رهيبه. تمام. عندك في حاجه كمان يعني، في ممكن نحط حبه ملح مع بن اللي في شويه قهوه، بن اللي انت بعد ما تشربي القهوه ديت بيبقى فاضي اللي هو الرواسب اللي تحت ديت، ممكن تحطها في ميه مع ملح مع رجلك، تنقع رجلك فيها، دي كويسه جدا لل بتسحب الطاقه السلبيه. طيب اللي بيستحمى بيقولوا له حط ملح رشيدي في الميه. آه. اللي هو الملح الخشن ده بالذات جربتها؟ لا انا ما جربتهاش، بس هي انا شايف ان احنا لما بنروح البحر تمام. بقى الميه بتاعت البحر بيبقى فيها ملح وفيها اليود، طبعا دي بتسحب برضو الطاقه السلبيه. حاسس ان انت خرجت فايق، لون بشرتك اتغير، مش كده؟ نفسك اتفتحت على الاكل طبعا، مش عايز تنام، عايز تفضل تجري وتلعب وتتنطط، مش كده ولا ايه؟ ما هو هو لازم الواحد يبقى عنده ايجابيه، مهما كان احنا عندنا مشاكل وعندنا ضغوط وعندنا حياه، لازم يبقى الواحد يقابل الحياه بايجابيه، لكن السلبيه دي بتحط الواحد في حته تانية خالص، في مكان تاني خالص، يعني ممكن الواحد الصبح يصحى الصبح، احنا الاجانب بيعملوا ايه الصبح؟ بيصحوا الصبح الساعه 6 ولا الساعه 5 بيتريضوا، بعد كده يرجعوا ياخدوا الشاور بتاعهم، بعد كده يبداوا ينزلوا الشغل بتاعهم او العمل بتاعهم. احنا عندنا الصبح بنصحى الصبح مش قادرين نقوم عشان نروح الشغل، يعني بقى احنا عندنا اساسا قبلها بيوم اجازه، بس احنا صاحيين الصبح مش مؤهلين، مش مؤهل ان انا حابب العمل بتاعي والشغل اللي انا رايحه، خليك تحس بالخمول، انا مش حابه. فبالتالي انا لازم يبقى عندي طاقه سلبيه. طب نعمل ايه؟ لا انا المفروض ان اي حتى العمل اللي انا ما بحبوش احبه لحد ما الاقي حاجه احبها اشتغلها. تمام. ده هيديني طاقه ايجابيه هنتج فيها وهشتغل فيها، لان في عندنا في جسم البني ادم طبعا هم العلماء اكتر مننا درايه بالموضوع دوت، في نقطه سالب ونقطه موجب. طول ما هي نقطه بعيده عن النقطه في مشاكل، يعني نقطة السالب فوق والموجب تحت أو العكس فيها مشاكل. السالب تحت مثلا ممكن تلاقي الضغط، تلاقي السكر، تلاقي، طول ما هم متوازنين مع بعض في نقطة واحدة دي ما بقاش فيها مشاكل. فاحنا عايزين يعني عايزين نعمل ان احنا نوصل النقطتين دول يبقى على الأقل يعني مش على خط واحد بس، يبقى في توازن بينهم بعضيهم. حلو جميل، تسلم يا تامر. يعني عايزين نقول لكل المشاهدين باختصار، الطاقة السلبية هنحس بالحزن، بالكآبة، بالإحباط، لا طب عشان ما نحسش بكل الكلام ده، بيتنا يبقى نظيف رايق ما فيهوش كراكيب، نصحى نبص على خضره وردايه تكفي الصبح ان احنا نبص عليها، هتشحني بطاقه ايجابيه جميله جدا، نصحى مبتسمين مبسوطين، حتى لو هنسمع اي اخبار طول اليوم فهنستقبلها بصدر رحب، مش هقول ان احنا نقوم نرقص ونتنطط لا، بس نقوم مبتسمين في وش بعض، وبعد كده ممكن نسمع اي حاجه في الدنيا. احنا زعلانين وقلقانين وعندنا خمول، نقوم نمشي شويه 5 دقائق 10 دقائق، ندخل جنينه، نقعد على ميه، على النيل، على البحر، وتفضل هو الانسان في اي مكان. الرياضه مهمه جدا. بالظبط الرياضه مهمه جدا، فهتدي لك طاقه ايجابيه. هو الرقص ده ما هي رياضه؟ هو ليه جنبت الرقص يعني؟ لا ما يرقصوا، ايه المشكله يعني؟ ما يرقصوا ايوه يعني، بس مش هقوم من النوم معلش. لا مش هقوم من النوم ترقص، نقوم نعمل رياضه. ماشي اوكي. ابص على ورديه، هو التريض، ابص على ارض مزروعه خضره، كل ده بيديني طاقة إيجابية. طب ممكن نعرف الطاقة الإيجابية؟ والله الطاقة الإيجابية البني آدم بيبقى عنده طاقة إيجابية، بيبقى عنده سعادة جدا، سعادة، وعنده كمان يعني شايف المستقبل حلو، يعني شايف المستقبل باهر، يعني اللي قدام المستقبل اللي قدامه شايف إن هو طريقه زي ما بيقولوا طريق أخضر. لكن اللي عنده الطاقة السلبية حاسس إن هو الدنيا جاية عليه والعيال والمصاريف والبيت والمية والكهرباء، كل ده كل الهموم فوق دماغه، كل ده بيأثر. طب ما انت عندك الموضوع ده، طب هتعمل ايه؟ لا انا احوله لايجابي. بالظبط، احوله لايجابي، كل حاجه بتتحل واحده واحده. ازاي احوله لايجابي؟ ارمي ورا ظهري. احنا ما نعرفش بكره في ايه، ربنا سبحانه وتعالى هو عالم الغيب، احنا ما نعرفوش طبعا. فاحنا لو عملنا ده ومشينا ان احنا عرفت ان الرزق ان ياخذ، يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك عرفت ان الرزق ان ياخذ غيري فاتمنى قلب، انت رزقك هيجي لك بقى بكره، هيجي لك بعده، وانت مروح البيت في اخر اليوم. فاحنا لازم احنا يعني النهارده بنتكلم على الحلقه ديت على اساس ان احنا عايزين نطلع الطاقه السلبيه اللي عند الناس، ان احنا شايفينها كتير قوي.
محبطين مكتئبين. فريق الغلب بقى عنده، المشجع بقى عنده طاقه سلبيه، ابنه رسب في امتحان بقى عنده طاقه سلبيه عنده. لا، احنا عايزين نخلي الناس يبقى عندها طاقه ايجابيه. الطاقه الايجابيه ديت فعلا بجد بتخلينا في تقدم وبتخلينا في ازدهار، وبتخلي يعني بتخلي الواحد فعلا خليك مبدع، تفكر طبعاً. هتعمل ايه حتى لو فشلت في خطوه، محتاج تكمل في الخطوه اللي بعدها. اكيد يعني مفيش يأس. يبقى هي الطاقه الايجابيه احساس بالسعاده. احنا عايزين كل الناس تبقى سعيده وتبقى مبسوطه وتكون متفائله، ودي رساله بوصلها انا وزميلي تامر لكل المشاهدين، يا ريت يكونوا سامعيني في كل مكان، ان احنا نصحى كده متفائلين برغم اي مشاكل، برغم اي حاجه وحشه، برغم الضغوط والظروف الاقتصاديه، نبقى متفائلين ونكون مع ربنا، لان رزقكم في السماء وما توعدون. طبعا. ربنا وعدنا بالرزق ده، بس لازم نسعى ونجتهد، ودايما ودايما دايما يعني نحاول بقدر الامكان نبعد عن الناس السلبيين، ونحتك بالناس المبتهجين، وندور على الاخبار السعيده، حتى لو في حياتي اخبار حزينه او بتجيب لي الياس او ممكن تحبطني، فنبعد عن ده كله علشان نقدر نكون ناس ناجحين ومبدعين ومنتجين. انا بوصل صوتي لصوتك. تمام. احنا لازم احنا نبدا يومنا كده يبقى يوم مشرق، واي طاقه سلبيه نشيلها من فوق دماغنا خالص، وان شاء الله باذن الله الايام اللي جايه هتبقى افضل وافضل وافضل. تمام يا تامر، كده انتهت الفقره بتاعتنا الاولانيه، ومعانا ان شاء الله فاصل، ونرجع لكم بالفقره الثانيه، هي برضو مكمله للفقره الاولى اللي هي الفقره الطربيه، واللي هتدينا منتهى الطاقه الايجابيه. اعزائي المشاهدين، ورجعنا لكم تاني بكل الطاقه الايجابيه مع الفقره الطربيه، وبنرحب بضيوفنا الاعزاء، استاذ محمد عزام المطرب الجميل الملقب بصوت الجبل، والاستاذ اهلا بحضرتك، والاستاذ نور الدين كامل عازف الاورج. اهلا وسهلا، نورتونا. اهلا وسهلا بحضرتك. نورنا نور، نورنا عزام للمرة الثانية. طبعا زي ما وعدنا السادة المشاهدين، وهو لبى الدعوة لينا، وان شاء الله نسمع كده النهارده احلى طرب من احلى فنان واحلى عزف. الله يخليك يا استاذ عزام، نورنا حبيبي، ربنا يخليك، ميرسي جدا لذوقك. ايه النهارده هتسمعني ايه؟ ولا والله عندنا حاجات كتيرة حلوة كده، ونبدا نسمعكم حاجة الأول كده الفنان الجميل هاني شاكر. طب ايه رايك في الطاقه الايجابيه؟ بس قبل ما نتكلم كده، احنا عايزين ندي الناس الطاقه الايجابيه، ان احنا كنا بنتكلم على موضوع الطاقه السلبيه والطاقه الايجابيه. طبعا الطاقه الايجابيه دي مهمه جدا للانسان، يعني لازم مهمه. وفي الطاقه الايجابيه برضو في اغانينا احنا برضو هنقول حاجه للطاقه الايجابيه. يعني في اغاني بتجيب طاقه سلبيه، وفي اغاني بتجيب طاقه ايجابيه. امال ايه؟ وهنقول حاجه للطاقه الايجابيه، مش عايزين حاجه سلبيه. مش لا لا عايزين حاجه سلبيه، عندنا السلبي النهارده. النهارده كله ايجابي وكله جميل وكله حلو جدا. ان شاء الله تستمتعوا معنا باذن الله. طيب نسمعكم حاجه كده للفنان هاني شاكر الجميله كده، علي الضحكايه علي. جميله. اتفضل يا استاذ نور. Thank you.
حبك في القلب تملي وعلي علي علي الضحكة يا علي. شكرا. يعني فعلا اللي سمعناه دلوقتي ادانا طاقه ايجابيه، بنعلي الضحكايه وبنضحك وبننبسط عشان ده ايجابي. ده جميل. حاجه جميله الضحك حلو. طبعا بيطول الروح صح. اكيد يا استاذ. بيطول العمر. اه طبعا دي معلومه يعني، يعني ممكن لو احنا متضايقين نسمع ميوزك، نسمع اغاني كده لطيفه. طبعا المود بتاعنا بس نبعد عن الاغاني الحزينه. لا الحزينه ليها وقتها يعني، يعني مش عايزين مش طالبه. لا لا مش طالبه يعني، هي حلوه بس مش طالبه يعني، مش طالبه حزن دلوقتي خالص، مش طالبه كآبة. وفي طبعا احنا بنحب مصر طبعا، وبنحب مصر طبعا بلدنا، وعاملين لها حاجه برضو وطنيه كده، كليب جميل ممكن نسمعه مع بعض. اتفضل. لو الكليب جاهز معانا ولا ها؟ جاهز. جاهز تمام. تمام اوكي. ما عندهم ده مع بال ما يحضروه، ممكن مع بال ما يحضروه في الكنترول. ممكن احنا نسمع حاجه ثانيه. نسمع. على فكرة أغنية جميلة جدا وكليب جميل للمسلمين والمسيحيين، وتدينا كلنا طاقة إيجابية، ونتمنى كلنا نبقى شعب واحد مترابط وجميل. ونرجع لأستاذ نور، عايز أسألك، فعلا لما بنسمع ميوزك بتدينا طاقة إيجابية؟ إيه رأيك؟ المزيكا
بتدعو للصفاء وبتدعو للبهجه، خصوصا لما يكون في الحان حلوه او مزيكا حلوه وتفر يعني اغاني بقى او ميوزك بتدي بهجه للانسان وتخليه مقبل على الحياه. يعني طب لو انا لو انا بدي يا استاذ نور يعني اسمع اغنيه ولا ممكن اسمع معزوفه؟ يعني يعني واحد الناس يعني انهي بيدي طاقه ايجابيه اكتر؟ الطاقه الايجابيه يعني سواء غنوه جميله او لحن جميل او سيمفونيه جميله، اي ميلودي جميل بيدي الانسان طاقه ايجابيه ويخليه مقبل على الحياه. عزام، الاغنيه الوطنيه دي طبعا احنا شفناها. نعم. حاجه طبعا للمصريين كلهم يعني هي طبعًا. اغنيه وطنيه طبعًا. يعني جات لك الفكره ازاي ان انت تعمل حاجه للبلد؟ والله هي انتاج واحد صديق ليا وهو ملحنها اسمه استاذ رأفت النواجي، هو وطني زي حالاتي كده، وهو اللي يعني قام بالانتاج الغنوه دي وطلب مني ان انا اشارك معاه في الغنوه، فطبعا قلت له طبعا اشارك بصوتي وكده، وعملناها وسجلناها ونزلناها في القنوات الفضائيه، والحمد لله يعني اغنيه جميله وحب المصري يعني. انت شايف ان احنا مطلوب مننا ان احنا نعمل حاجات كتير وطنيه الايام الجايه ديت؟ اكيد اكيد، احنا لازم دي بلدنا، لازم نقف جنبها ولازم نساء كل واحد بيساهم بدوره. انا كدوري فنان اعمل اغنيه زي دي وطنيه، اوصل صوتي للشعب وصوتي للجيش والشرطه، لازم كده. حضرتك اعلامي بتقدم، استاذه فضيله بتقدم، استاذ نور بيعزف برضو حاجات وطنيه جميله، فكل واحد بيعمل الدور اللي عليه. احنا شفنا زمان ايام الحرب الاغاني الوطنيه للاستاذ عبد الحليم والاستاذ ليها تاثير مستمر بين الدول كمان، اغنيه ممكن تعمل علاقه بين دوله ودوله، اغنيه وطنيه خصوصا ايام الحرب على طبعًا فكره. طبعا طبعا، وفي اغاني بتدعو للبهجه يعني في معانا سيب الهموم بقى، ان الانسان يسيب همومه. اغاني تدي الحماس. نسمعكم حاجه بقى يا ريت بهجه كده جميله. تمام، اتفضل. اتفضل يا استاذ نور. يا حبيبي تعالى نعيش معاك الزمن، مع زهر الصنبر ونبسيك وتربينا الايام. سيب الهموم يا حبيبي تعالى نعيش معاك الغم، مع نغم الصنبر ونبسيك وتربينا الايام. يا حبيبي يا اسمر يا ابو سنة مرمر، يا ملك منور يا ابو ريح احمر. حبيبي يا ابيض يا ابو سنة مرمر، يا ملك منور يا ابو ريح انبر. سيب الهموم يا حبيبي تعالى نعيش معاك الغام، عيش بس يومك وانسى المشاكل، عيش بس يومك وانسى المشاكل، الدنيا جنة جنة ليه عنها غافل. عيش بس يومك وانسى المشاكل، عيش بس يومك وانسى المشاكل، الدنيا جنة جنة ليه عنها غافل. يا حبيبي اصبر يا ابو سنة مرمر، حبيبي اصبر يا ابو سنة مرمر، يا ملك منور يا ابو ريح احمر. سيب الهموم يا حبيبي تعال نعيش مع الألام. ليه نشكي فيها الدنيا لحظة، ليه نبكي فيها الدنيا غنوة غنوة، ليه نبكي فيها. يا حبيبي اصمر يا ابو سنة مرمر، يا حبيبي يا ابيض يا ابو سنة مرمر، يا ملك منور يا ابو ريح احمر. سيب الهموم يا حبيبي تعالى نعيش معاك الغام. انا عايز بس افهم اول كوبليه فيها عشان. نعم. بيقول ايه الكوبليه؟ بيقول سيب الهموم يا حبيبي تعالى نعيش مع الانغام، مع نغم الصنبر رومبا السايكو
في دور بينا الايام. يبقى هي بقى السامبا رومبا. السامبا رومبا السايكو دي اساسا مقامات موسيقيه. مقامات موسيقيه. ارتام موسيقيه. دي بقى يعني مدخلين الارتام في قلب الاغنيه. فدي اغنيه طبعا مبهجه وزي ما انتم شفتوا كده يعني. دي جميله. عامله جو جميل يعني. وبعدين فنان جميل جدا يعني رحمه الله عليه بحر ابو جريشه طبعا كان خد وقت جميل وهو فنان حلو وانا بحب اغني له حاجات حلوه يعني. احنا عايزين نشجع الاطفال اللي هو بيبقى صوتهم كويس. لو واحد عنده ابنه او بنته صوتها كويس هو المفروض ان هو بيتجه بألف به بيعمل ايه يعني يتجه ليه الاول عشان خاطر ان هو يبدا ان هو يحطها على الطريق الصحيح. بص يا استاذ تامر هو طبعا المفروض يبقى فيه موهبه موجوده تمام اذن وحنجره. الاذن تكون سليمه بتسمع كويس والحنجره تكون فيها موهبه. الحاجتين دول موجودين خلاص يبقى احنا كده نوجهه بقى يعمل ايه ويسوي ايه ويذاكر ازاي ونوجهه على الطريق السليم بس يكون دول موجودين اساسا عنده. ماشي لو هم دول لو هم دول موجودين هو بقى هيبدا يروح فين بقى؟ خلاص هو اتاكد ان ابنه او بنته عندها موهبه وصوتها كويس تمام هيبدا بقى يروح فين او ومن سن كام كمان يعني والله ده مهم جدا يعني ذا فويس كيدز طبعا من سن 8 سنين شغالين بيعملوا البرنامج مواهب وفي طبعا في الاوبرا في برنامج مخصص للاطفال الكورال الاوبرا وفي التربيه الموسيقيه وفي في معهد الموسيقى العربيه يعني في كذا مكان يقدر يتوجه الطفل او اهله يتوجهوا بيه عشان ينموا له الموهبه بتاعته. جميل. طب احنا معانا ايه تاني نسمعه؟ معانا طبعا لا لا معانا مفاجاه حلوه. طب اتفضل. معانا مفاجاه حلوه بقى انا اقولها للجمهور طبعا. انا طبعا ملحن اغنيه كلمات الاستاذ احمد السندباد والحاني وتوزيع الفنان محمد جابر واشراف فني الاستاذ نور الشريعي اللي معانا دلوقتي. والاغنيه دي اسمها بتقول يا ريتهم ما اخترعوا المحمول ودي مفاجاه لان المطرب هو الاستاذ تامر نور الاعلامي. والله برافو. فدي انا عملناها له مفاجاه. يا ريت نسمعها يا استاذ تامر. المايك مع حضرتك ونسمعها. لا ما ينفعش. لا يا استاذ تامر احنا عملنا مفاجاه للجمهور. نسمع الاغنيه. نسمع الاغنيه. والكنترول طبعا الاستاذ زي يشغلها لنا. اشوف ابني ثواني ويا ريتهم ما اخترعوا المحمول ويا ريتهم ما اخترعوا المحمول معلنها بصوت الحيان بصرخ وبقول الاغيان انا نفسي اشوف ابني ثواني ويا ريتهم ما اخترعوا المحمول 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 مش حبه كده وعتب وملام لما اهضب دغري تقول لي سلام ويا ريتهم ما اخترعوا المحمول معلنها بصوت الحيان بصرخ وبقول الاغيان انا نفسي اشوف ابني ثواني ويا ريتهم ما اخترعوا المحمول ويا ريتهم ما اخترعوا المحمول اشتركوا
وهشبك ايدك في الدايره كل بشوق وعيني ما تكون بعطف وحنيه ويا ريتهم ما اخترعوا المحمود ويا ريتهم ما اخترعوا المحمود بعلنها بصوت الحيان بصرخ وبقول الاغيان انا نفسي اشوفك لثواني ويا ريتهم ما اخترعوا المحمود ويا ريتهم ما اخترعوا المحمود بعلنها بصوت الحيان بصرخ وبقول الاغيان انا نفسي اشوفك لثواني ويا ريتهم ما اخترعوا المحمود ويا ريتهم ما اخترعوا طبعا احلى مفاجاه طبعا مفاجاه جميله اعزائي المشاهدين فعلا حقيقي اغنيه جميله ميرسي دبسنا انت دبستينا الاول لا لازم الحاجات الجميله دي تظهر يا استاذ تامر ما ينفعش نخبي في معانا اغنيه يعني نختم بيها دلوقتي اه يا فندم معانا اغنيه نختم بيها تمام عايزين نسمع بقى حاجه لا يا حبيبتي يا مصر حاجه كده في حب مصر عشان نقول للخونه الاعداء اللي هم عاملين عايزين يخربوا في البلد مصر موجوده وعمرها ما هتقع عايزين نسمع حاجه كده حاجه بقى في حب مصر تدينا ايجابيه كمان اكتر تمام يا بلادي يا احلى البلاد يا بلادي تمام وعلى الحلقه الجميله دي وان شاء الله برضو نلتقي في حلقات اخرى باذن الله احنا نقدم حاجات جميله جدا ساعدنا بحضراتكم يعني عايزين نلخص الحلقه كده اتفضلي في ممكن الطاقه الايجابيه احنا طبعا. دلوقتي كلنا طاقه ايجابيه نعم طبعا وانا متاكده اكيد يعني معظم المشاهدين ما كانش كلهم اتشحنوا بالطاقه الايجابيه الحمد لله فنختصر بسرعه كده في دقيقتين يعني ما ينفعش ناخد الدقيقتين دول ناخد منهم اغنيه طيب يعني حاجه والله في اغنيه في دقيقتين في اغنيه في دقيقتين نقول يعني حاجه صغنطوطه كده ماشي تمام او اغنيتها وداك يا استاذ معانا نختم بيها نختم بيها ديت اه احنا لازم طول ما انت موجود معانا لازم نستغل كل دقيقه يا فندم انا تحت امرك وتحت امر البرنامج وانت خليتني انا اغني وانت موجود ما ينفعش انت حبيبي يا استاذ تامر السبب حكم السنين عليا وعليك انت
مش هنقول للمشاهدين بنودعكم، لا طبعا، لا هنقول لهم ان شاء الله لقاء قريب. وبنشكر سياده المطرب محمد عزام، بنشكر موزع الاورج استاذ نور الدين كامل، وبنشكر تامر نور الزميل العزيز، ويا رب يا رب نفسنا نكون شحناكم بالطاقه الايجابيه. واحنا بنشكركم طبعا جدا يا رب. شكرا يا فندم.